خوشي قلت لكم غنخلي ما كعاشي شي بحال هادشي مو قلت لكم غنخليكم سيربريز حتى الاخر مو مبغيتش تعرفوا الدري الاخر وغتصوني عليه دابا وهاد الدري غادي تفاجئوا منه اول ما عرفتش غتصدق ولا ما غتصدقش المهم يا ربي غتصدق المهم غادي ما غنقولش لكم دابا شكون تتصوني وهي غتسميه عليكم يلا عارف اش عطير اللقب اللي نسميه عليه عط يا ربي درا ريح سوكشي مش قولي سميش ما قلت سميش وبيلي تريدي انت ما اصلا سمعت صوت عارفه الو السلام حبابي المهم فين شفت الفيديو راه عجبكم بزاف ولقيت سي بارتي بزاف والبارطاج بزاف قلت لوح لكم هذا الفيديو اللي دارت مريم الدراري المهم راه نفس الفكره اللي كدات في الفيديو اللي ما قبل مريم غتصوني على الدراري عشراني ولكن دابا عندك لكم واحد سيربريز في الاخر ديال الفيديو كملوش الاخر حيت غتموتوا بالضحك غنصونيو على واحد الدري اللي كتعرفوه نتوما كاملين كيصور معايا افلام وغنشوفوا شنو هو الرياكسي ديالو المهم حبايب قبل ما نبدا الفيديو غنخليكم اليوناو ديالي هنايا هو غيغطى مريم دخلوا ديما كنطلق لايف انا ومريم في الليل كنبقاو شادين السون وغتلقاو في اليوناو ديالي الرابط ديالو في الديسكريبسيون وغتلقاو في اول كومونتير هادشي اللي كان حبابي وغنخليكم انستغرام ديالي حتى هو هنايا دخلوا ليه متنساو ديروا ابوني ديما ستوريات ديما زاهيه مو حبابي هادشي اللي كان المهم خليكم على الفيديو المهم حبايبي غنصونيو غادي مريم غتصوني على اول دري غتصوني عليه دابا بريفي غنشوفو الرياكسيو ديالها بريفي سمحولنا على الصداع ديال الزنقة الو فين؟ سلام بخير؟ الحمد لله المهم انا خطيت سيمو والله ياك المهم بغيت نقول لك انا وسيمو ما كنتش فاهموش وبغيتك تعاوني علاش؟ كيفاش ما تقدرش؟ وبعدا نكمل لك الهضره ودوي ايه دابا انا ستيمو ما كنتش فاهمش انا وياك يدير معايا بلانات خايبين وبغيت نتلاقى انا وياك وفهمشي ويجي وشوفنا مع بعضياتنا لا لا ما قدرتش ستيمو صاحبي عشيري عادي صاحبك شت شغل تطور منه عادي ايوا ما قدرتش نهضر صاحبي انت صاحبك تصور ما كيحملكش اصلا واخا ما كيحملنيش هانيه ياك هادي الهضره الاخرى هادي هي مش متاكد ايوا المهم نقطع الدواء باش الاخر غادي ندوي معاه نفهمو صراحه انا عندي 20 راه في شكل تيري في شكل دراري كل زادني غريب والله ما بغيتش يطلع المهم حبابي دابا غادي نصونيو على الدري الثاني هو عازيز غنشوفو شنو غادي الو صافا لاباس الحمد لله عرفت شيني انا هي خطيبت سيمو سيمو هي انا بخير لا بس الحمد لله وانت مزيان بخير الحمد لله الله يلاه بخير مو سلام لا بس عليه المهم بغيت نقول لك شي هضره دابا انا بغيتك تعاوني في واحد البلان واش تقدر دابا انا سيمو مبقيتش كنت فاهم انا وياه وفهمتي بغيت نتلاقى انا وياك ونشوفنا مع بعضياتنا باش نتفارقوا لا عادي واصلا ما كيحملكش وصافي شتا عادي ما وي شنو نقول واش مفراسكش
المهم دابا انا نسى السيمو وانا اللي بغيتك تعاوني. صافي فين نتلاقاو؟ صافي نتلاقاو في واد الذهب. واد الذهب؟ اه يلا اليوم مع السبعة. يوم مع السبعة؟ اه صافي واخا السبعة نتلاقاو. يلا باي باي. يا سلام. المهم حبايبي كما قلت لكم غنخليكم سيربريز حتى الاخر. المهم سيربريز هو الدري اللي غادي نصونيو عليه وهي دابا ما غنقولش لكم شكون هو حتى تصوني عليه وهي غتسميه واش ما غتعرفوا غنشوفوا الرياكسيون ديالو يا ربي تصدق حتى انا ما عرفتش واش غتصدق ولا ما تصدقش حيت هذا مولف عارف شنو كاين. الو الو اه انا مريم كيفاش تكون معايا؟ ماك ماك تليفون امك ولا تليفون؟ اه تليفون ماما. سلم عليها. سلم عليك بخير. فين انت بخير؟ انا قبل ما تقولي لي المهمة ديالك قبل ما تقولي لي باش تصوري فيلم خصك باش تصوري فيلم هذا الفيلم ديالي وما عرفتش. لا 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 دابا انا باغاك في واحد البلان دوي بجد دوي ممكن سمعكش تسمع البلان هاكاك دابا انا داك صاحبك عرف شي شكون صاحبي داك سيمو سلا خاصك داك صاحبي سيمو قالك سيمو كيجيك 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 داك صاحبي كاين كيجيني دابا مبقاش كيجيني دابا انا بغيت نتلاقى انا وياك ياك ويشوفني انا وياك وفهمشي ويسحبنا مصاحبين فهمشي باش يبقى داوي ونتفارق انا ويا صافي مبقاش عاجبني انت هو محشر بصراحة مريم نعم ما عرفتش بعدين والله ماني انا قلت لك ها؟ بحال دابا انا بحال نمشيك بغيت تفرج في السيم وشنو شي فيديو اخرى ديرينو لا خرج والله ايش عارف شو غادي يعيق بينا بالله انا قلت لكم غادي يعيق اه والله شعر مشيك غاش عيق بالرب بس ترى قلت شي عليهم مو بنين قلت شي عليهم عرفت شي غاش عيق عرفت شي غاش عيق قلت شي قلت له ما غاتصدقش ولكن المهم بغيت انا نجرب يعني نبين لهم ان عشران اللي معايا ديما هما اللي نصونيو عليهم. المهم حبايب عاود بينا غايقول لكم شي حاجه بينا نقول لهم شي حاجه هما كيسمعوا. المهم اخويا ما تبقاش دير راسكم في هذا الكوب المسطي وتعاون معاهم بليجي بليجي هذا الفيديو بغينا نوصل 13000 لايك. المهم حبايب سمع شو 13000 لايك مهم بنينا حتى ندوي صافي يلا حيد ميكرا عرف شو غير والله شو حرام مو حبابة دي سيربريز اللي يلا خر يعني عيطنا الواحد اللي ومستحيل انه ما غاديش يعيق ومستحيل مستحيل مو حبابة هادشي اللي كان في الفيديو كنتمنى يعجبكم الفيديو مهم نخليكم اليوم النو ديالي هنا غيضرك مريم غادي يضرك مريم ودخلوا تعرفونا في اليوم باش تبقاو بقاو ديما كنتلقاو لايف انا ومريم في الليل غتفرجوا فيه المهم هادشي اللي كان حبابي غنخليكم اليوم في الديسكريبسيون في اول تعليق المهم حبابي هادشي اللي كان غنخليكم على الانستغرام ديالي حتى هو غيدرك مريم دخلوا تابوناو فيه والانستغرام ديالي غيدرك سيمو حتى الانستغرام ديال مريم غادي يدركني انا دخلوا تابوناو عندها هادشي اللي كان الفيديو كنبغيكم ولا عجبكم الكونسيبت بارطاجيو وصلوا 13000 لايك باش نعاود نبقى ندير لكم ديما بحال هكا بيس حبايبي كنبغيكم بزاف